تقريبا 10 او 11 رحله بالسياره، زرت فيها اوروبا، افريقيا، اسيا، وحنا الحين في اسيا الوسطى تقريبا. يعني ان شاء الله في خطه اني اخلص العالم كله. مستانس؟ اي جدا. ابو يمعة غني عن التعريف، من الكويت للصين، ولكن الملتقى وين كان؟ كان موجود فيه كيرغستان. ففي ناس تقولك بالسفر تبي الراحة، أنا أحب الشقة بالسفر. شفتك والله من أمس، أمس شفتك أتلذذ فيه. أمس شفتك يعني بهذه الرحلة مسكت ردمية اللي هي الدباية الجادة. أوه. 400 كيلو على هالغاز الحبيب هذا. شلون؟ وحش 400 كيلو دباية، تخيل. وإذا مشيت شوي شوي نفس الحفر اللي كذي هذه. أوه. فلازم سرعات عالية. يعني بلشت من الكويت، العراق، تركيا، جورجيا، الشيشان، داغستان، كازاخستان، أوزبكستان، طاجكستان، قرغستان، روسيا، منغوليا، الصين، لاوس، تايلاند، ماليزيا، ورجع على أرض الوطن إن شاء الله. عسى الله يحفظك. هذا يقول لك شاعر في الاتحاد السوفيتي سابقا. شاعر إيه هذا. أنا صدمت عندهم يعني يحبون الشعر، وهذا الظاهر إنه حاطين رسمته في هذه الطوفة. تحب الشعر؟ إيه. عطني بيت شعر بسيط. بيت شعر. من يذعر درب الوعر لا يمره، خلي يترك للي لهم قول وفعل. أفعال. وأنت مع الأفعال يا أبو فالح. عسى الله يوفقك. شنو عادة يكون التجهيز؟ كل واحد جهز حسب احتياجه. أوكي. أنا احتياجي اليوم في هذه السفرة بمكان أقدر أنام فيه وأخزن فيه وأحط أغراضي، نفس هذه السلة اللي فوق. أوكي. هذه مساحة فاضية وما فاستغليتها في حق الكراسي، وهذا مكان النوم هني. وهذه الصناديق تحت تحط فيها الغراض، فيها عزبة الطبخ، الشاي، القهوة، بعض الأمور للسيارة، في عدة لها مثل القلص وشغلات غير هذه. وهذا هني عندك عداد الماي. اوه هذا ماي. ايه من هني. ممتاز والله. مثل ما ينزل من هني. ايه. تجهيزات حلوه. بس الخبز يا الربع، شنو الخبز؟ شنو عوافي ابو يمعة، عوافي ابو يمعة. عبد الله زياده ابو يمعة من عاصمه قرغستان بشكيك. روح.